هيدا الحكي امتين صار بالضبط؟ قبل الحادث بقديش؟ يوم، اثنين، ثلاثة، عشرة؟ فالنتاين، آخر فالنتاين بيناتنا. أنا ماليش في شغل العيال الصغيرة بتاع الكتاب على الحيطان ده يا سيدنا. أنا ست عايزة أحافظ على بيتي، ويوم ما أخد موقف مش هشغل نفسي بمشاكل تافهة مع شوية ستات رخيصة. أكتب على الحيطة وأنا أعمل كده ليه؟ فكر فيها هتلاقيها مش مظبوطة.